عندنا مشكلة تانية تقريبا كارثة حاصلة في أسعار ورق الطباعة، ربما تؤثر على الكتب المدرسية. احنا عاملين تقرير في هذا الأمر، يعني قابلنا الناس، يعني في ناس بتقول انه ممكن ما يبقاش في كتب ترم تاني نتيجة ارتفاع أسعار الطباعة بشكل جنوني بعد ارتفاع الدولار من 3 تمانيات ل 17 ولا 17 وشوية النهاردة ولا 18. مشكلة كبيرة، المشكلة دي بتواجه الصحف، بس الصحف تقدر بقى تشوف تحلها هي بنفسها، لكن احتياجات أساسية زي كتب نشوف في هذا التقرير ايه اللي بيحصل. كشفت غرفة صناعة الطباعة والورق التابعة لاتحاد الصناعات المصرية عن أزمة مقبلة تتمثل في عدم توافر الكتب المدرسية الخاصة بالترم الثاني للعام الدراسي الحالي، بسبب عدم قدرة المطابع على استمرار طباعة الكتب لارتفاع سعر الدولار، مما تسبب في ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة بالطباعة أكثر من 80%، وهو ما لا يعوضه المبلغ المتعاقد عليه بمناقصة وزارة التربية والتعليم. هل سيستلم الطلبة الكتاب المدرسي الترم الثاني أم لا؟ هو بالقطع مش هيبقى فيه كتاب في الترم الثاني لو فضلنا مكملين بنفس المنوال ده. المشكلة بدأت تظهر خطورتها أكتر بعد تعويم الجنيه، إن حصل ارتفاع حوالي 120% لأسعار الخامات وأسعار الورق، وخاصة الأسعار المحلية بتاعت الورق. يعني سعر الطن الورق كان بدأ من 6400 جنيه ساعة لما وصلت اليوم المناصة، دلوقتي 12600 جنيه الورق بس، غير بقية الخامات المرتبطة بطباعة كتاب المدرسي. المطابع، عدد المطابع اللي بتورد ما بين حكومة وقطاع خاص، وأنا بنتكلم هنا عن حكومة وقطاع خاص، مش بنتكلم عن قطاع خاص بس، بتواجه مشكلة كبيرة جدا تؤدي لخسائر كبيرة جدا، ممكن تؤدي ان المطابع دي ممكن تقفل وتعجز عن التوريد الترم الثاني وتعجز عن توريد الترم السنة القادمة ان شاء الله. المشكلة بدأت ان المناقصة بدأت في 15 فبراير 2016 قبل تخفيض سعر الجنيه، كان الدولار يتراوح في السعر البنك المركزي 7 جنيه و60 قرش، بعد ما بدأت المناقصة انخفض سعر الجنيه وصل في البنك المركزي 8 جنيه 88، نتج عنها في الترم الأول إن حصل زيادة لا تقل عن 14%. المشكلة الأكبر حصل بعد تعويم الجنيه، إن أصبح سعر الدولار وصل ل 18 جنيه، فنتج عنها إن في زيادة في كل شيء لا تقل عن 120%، فده هيؤدي إلى استحالة وصول الكتاب خاصة الترم الثاني للطلبة. إحنا المشكلة الرئيسية عندنا هي في تكلفة الكتاب المدرسي. تكلفة الكتاب المدرسي هي حوالي عندنا من 70 ل 75% هي قيمة الورق، وعندنا قيمة الورق دي الورق ده أصلا بيجي من بره، من مستورده من بره، والخامات بتاعته حتى اللوكال المحلي اللي عندنا في مصر كل لوب بتاعه بيجي من بره، المواد الهايبو والحاجات دي كلها بتيجي من بره، فأي زيادة بتيجي في الدولار هي بتأثر فيه تأثير مباشر. المفروض إن في من 16 ل 18 مليون طالب، والمفروض إن عدد الكتب المدرسية اللي بنحتاج نطبعها في السنة حوالي 280 مليون كتاب. المفروض إن حوالي تقريبا 200 مليون كتاب للترم الأول و80 مليون كتاب للترم الثاني. بالنسبة للترم الأول تقريبا خلاص هو اتورد واتحلت المشكلة في ال 200 مليون اللي هي النسبة كبيرة جدا. بالنسبة للترم الثاني 80 مليون هي دي اللي فيها الأزمة دلوقتي. فإحنا عندنا عنصر الوقت، أجازة نص السنة هتخلص نص واحد، إحنا اللي قدامنا الوقت حوالي فعلي حوالي 40 يوم، دي مش كافية إن إحنا نخلص ال 50 مليون نسخة اللي فاضيين حتى لو كلنا اتجمعنا عليهم النهاردة. فكل يوم بيعدي النهاردة إحنا ما خدناش واخدين الزياده اللي المفروض تعوضنا الخسائر، احنا مش عايزين نكسب، احنا عايزين بس ما نخسرش جامد. ده معناه ان الكتاب في الترم الثاني صعب ان هو يوصل لكل الطلبه، لان دلوقتي في ازمه، الاسعار غليت لاقصى درجه، المطابع مش قادره انها تكمل تماما، مش قادره ان هي تورد التوريدات العنيفه اللي تكمل، فبالتالي الكتاب المدرسي يبقى فيه ازمه جامده قوي ان هو يوصل للطلبه. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا جدا بعرفها أنا شخصيا، لأن أنا متعامل مع الورق ومع الطباعة، طبعا مشكلة هائلة وخطيرة ولازم تدرس من دلوقتي. الحل بتاعي حل ما مش هيعجب حد خالص، لأن أنا قلت امبارح في موضوع الصحف وهيزعل يمكن بتوع المطابع، بس هقول وجهة نظري. يا جماعة محدش بيقعد بقى يتعامل بالورق. يا جماعة يعني أنت هتقول لي
اعمل في انت بتكلفه الورق ده كله لو عملت ورشتين كمبيوتر في المدارس والولاد بياخدوا ما عندهمش اجهزه كمبيوتر في البيت بياخدوا الحاجات دي على كمبيوتر دي هتفرق كتير جدا جدا جدا. الحاجات دي بقت كل العالم بالمناهج كلها على الاجهزه الكمبيوتر. ده نواب البرلمان بيستلموا تابلت عليه الدستور واللائحه والمواد القوانون ولما بتطلع القوانين ولا مضبطة الجلسه كل ده بيروح لهم. انت بس ممكن تيجي تقول لي بس ده هيكلف كتير جدا. طب ما في بيوت ما فيهاش طب ماشي اعمل لابس كده في بنفس تكلفه الكتب. ما بقولكش هنضرب الارض تطلع بطيخ. تطبع كام؟ 200 مليون كتاب بيكلفوك كام دول؟ ده كتير جدا. والترم التاني 80 مليون كتاب بيكلفوك كام دول؟ ماشي احسب بقى كده بالديبريشيشن بتاعهم على 5 سنين تقدر تمول معامل كمبيوتر في المدارس ويقدروا الولاد يطلعوا على الكتب دي. اللي ما عندوش كمبيوتر في البيت ادعم يا اخي اجهزه كمبيوتر لطلبه المدارس. ما يعني بيوت كتيره دلوقتي بقت فيها كمبيوتر وبقى الكمبيوتر سهل ورخيص. طيب ماشي في ناس ما تقدرش تتحمل هذه التكلفه نبص لها بقى بطريقه. طبعا انا عارف الحل ده بتوع المطابع دلوقتي اللي احنا مصورين معاهم هيزعلوا ويقول لك دي مش حل. لكن انا بتكلم في المستقبل. دي تكلفه ضايعه. يعني الولاد نفسهم بيحبوا الكمبيوتر وبيذاكروا على الكمبيوتر والمدارس الاجنبيه كلها ومدارس الانترناشونال بتنزل الكتب بتاعتها على الكمبيوتر والولاد بيحلوا امتحانات وبيعملوا كل حاجه على الكمبيوتر والمدرسين في الفصول بيراقبوا العيال بيعملوا ايه على السوفت وير اللي بينزل. طب ما خلاص لو تقدمنا لو تقدمنا في الموضوع ده هنقلل التكلفه بكتير. عارف الكلام ده انا عارف انه مش هيعجب حد انا عارف بس انا بقوله واجري على الله. ما هو انا برضه في الصحافه كلامي ما بيعجبش. انت اديني سبب ان عندنا كل الجرايد اليوميه دي تابعه للحكومه. طب واحد رجل اعمال عنده جورنال خلاص يا سيدي الغاوي ينقط بطاقيته. طب الحكومه عندها كل الجرايد اليوميه دي ليه ما تحولها ديجيتال يا عم وتوفر طباعه ومكن وحبر وورق وعربيات توزيع وادمج الحاجات في بعض. اعمل شركه قابضه للطباعه والتوزيع تابعه للحكومه بتطبع للكل. لكن الاهرام عندها مطبعه والاخبار مطبعه والجمهوريه مطبعه والهلال مطبعه واكتوبر مطبعه وده بيطبع وده بيطبع وده بيطبع وكل دول بيخسروا وبياخدوا مليار و200 واخدين لحد دلوقتي مليار و200 مليون جنيه واساسا كل الجيل الجديد ما بيقراش الجرايد. هنهزر يعني؟ يا نفكر بحل مبتكر يا هنفضل قاعدين بقى نلعب في الترعه.